بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا. ان شاء الله نكمل مع بعض ليسن 3 بارتس اوف بلانت. اتكلمنا مع بعض عن ان البلانت ليه روتس في الجزء اللي فات، واتكلمنا عن ان ليه ستم، وكان جزء مهم جدا، يا ريت لو ما شفتوش ترجع تشوف. تعالوا بقى دلوقتي نتكلم عن ليفز. والليفز هي الأوراق بتاعة الشجرة. أوراق الشجرة من الحاجات الأساسية جدا في أي بلانت، لأن تعتبر الليفز هي مصنع الغذاء عند البلانت. ده المصنع اللي بيتعمل فيه، أو المطبخ اللي بيتعمل فيه الغذاء للبلانت. وده هنفهمه لما نيجي نشرح الليفز. ليفز contain chlorophyll which give them green color. في البداية انت لو سألت نفسك هو ليه أوراق الشجرة هي لونها green، فالإجابة هتكون ان فيها مادة اسمها chlorophyll هي السبب ان بتديها صبغة او لون لونه green. فلو جالك في الامتحان قال لك the plant leaves contain a chlorophyll to give them green color. هل بس هي بتديها green color؟ يعني هل السبب الأساسي هي إن الكلوروفيل أو وظيفتها الأساسية الgreen color؟ لا. من الوظائف الأساسية للكلوروفيل المادة اللي اسمها كلوروفيل هي فكرة إنها بتعمل absorb أو capture للsunlight، وكمان ده بيساعد الكربون دايكسايد إنه يتحد بالإنرجي بتاعت السunlight. نور الشمس يا جماعة اللي هو السunlight بيكون فيه طاقة، فيه إنرجي. الانرجي دي البلانت محتاجها مع الكربون دايكسايد، الاثنين بيختلطوا ببعض ويدونا الغذاء بتاع البلانت. يبقى بيقول لي ايه؟ كلوروفيل كابتشر انرجي فروم سانلايت ويتش الاو كربون دايكسايد تو كومباين وذ ووتر تو ميك فود فور بلانت. كمان بيقول لي ايه؟ طيب هو ازاي الكربون دايكسايد بيدخل جوه الورق؟ طب احنا نعرف يا مستر مثلا ان الشمس بتطلع فالنور بتاعها بينزل على الاوراق والاوراق بتمتص الطاقه، ده عادي. انما ازاي الهواء هيدخل جوه الورقه اللي هو الكربون دايكسايد؟ يعني ازاي بيدخل جوه الليف؟ قال لي هنا هيجي دور حاجه اسمها استوماتا. الاستوماتا دي عباره عن فتحات جوه الورقه. انت على فكره لو مسكت ورقه الشجره هتلاقي فيها فتحات، الفتحات دي بتفتح وتقفل حسب احتياج البلانت، يعني حسب ما بيدخل الكربون دايكسايد وبعدين تقفل وبعدين تفتح تاني لما يكون عاوز يخرج. بتتنفس اكنها انسان بيتنفس، والفتحات دي بنسميها استوماتا. They are pores، هي فتحات on surface of plant sleeve، على سطح البلانت. That allow gases to move into and out of plant. يبقى هي فتحات بتسمح للجازس انها تدخل وتخرج. في العموم What is the function of plant leaf؟ إيه أهمية البلانت ليف؟ Leaves make food for plant through photosynthesis process. الليفز بتساعد البلانت على إن هو يعمل عملية البناء الضوئي أو الفوتوسينثيس بروسيس. الأوراق بتاعت الشجرة عموما في منها نوعين، نوع اللي هو بيبقى رفيع خلاص، وفي منها بيبقى مفلطح كده او عارض كده. يعني النوعين في، لو قال لي في الامتحان what is the kind of leaves، انواع الليفز ايه؟ نارو ليف زي الباين تري
بتبقى الاوراق رفنعه قوي كده او فلات وايد زي الوتر ليلي. يعني في انتوا فاكرين الوتر ليلي عريضه كده شويه. كملخص للفوتوسينثيسيس بروسيس، ازاي العمليه بتاعت الاكل بتتم في البلانت؟ رقم واحد، الكلوروفيل بتمتص السان لايت، ابزورب ذا انرجي اوف سان لايت. جرين ليف، الاوراق الخضراء، يوز لايت انرجي فروم سان تو كومباين ذا كربون دايكسايد فروم اير. الجرين ليفز بتاخد اللايت انرجي، طاقه الضوء، عشان تتحد مع الكربون دايكسايد. بعد ما خدت السان لايت وبعد ما خدت الكربون دايكسايد بتبتدي تصنع او تعمل الطعام للبلانت، اللي هو بيكون نيوترينز زي الشوجر وبيكون اكسجين جاز. الاكسجين جاز ده بقى بيخرج واحنا نتنفسه. يبقى الاكسجين ده جالنا منين؟ جالنا من السان لايت مع اتحاده مع الكربون دايكسايد جوه ورقه الشجره جوه البلانت ليف. طبعا بيقول لي as photosynthesis process is complete inside leaves there are tubes called phloem that transport food material downward from leaves of plant to other parts. بمعنى فاكرين لما قلنا ان لما بيطلع الميه لاعلى، تعال نمسح بس الحاجات دي. فاكرين لما قلنا ان الووتر بتطلع لاعلى للبلانت عشان البلانت يشرب؟ طب البلانت شرب والاوراق شربت وصنعت الغذاء، الغذاء ده المفروض يروح للنبات بقى، المفروض يروح ينتشر. في بقى تيوبس تانية اسمها فلايم، الفلايم دي بتبقى نازلة لتحت بتأكل بقى الروتس وبتأكل باقي الشجر. طيب ممكن واحد يقول يا مستر حضرتك قلت لنا ان الووتر بتبقى جاية من الروتس تحت وتطلع للبلانت عشان يشرب، وقلت لنا ان مثلا لو في ورقه شجره او في عود كده ففي الميه بتفضل ماشيه من جواه وتنتشر لباقي الاوراق. ايه اللي يثبت ده؟ ما ممكن يكون الكلام ده كله غلط. قال لك طيب بص، هي الووتر الميه اللي احنا بنشربها شفافه فمش باينه وهي ماشيه، بس ايه رايك لو جبنا ميه ولوناها؟ يعني خلينا الميه لونها احمر مثلا. فالميه لو فعلا مشيت في الشجره وراحت للاوراق وهي لونها احمر، الورقه مفروض لو فعلا الميه وصلت لها تتلون بالاحمر، لان انت بتقول لي يا مستر ان الميه بتمشي خلال اجزاء البلانت. فقلنا هنعمل تجربه. التجربه دي عشان تبين لنا how water and nutrients move from roots of plant through stem to its leaves. هنجيب celery stick، نجيب كرفس نبات يعني بقدونس او كرفس او كده، هنجيب كب، هنجيب food coloring لون ميه، وهنجيب ايه سيزر، وهنحط الوان الميه على الوتر. يعني هنلون الميه باللون الاخضر او باللون الازرق. الفود كارنج هنا لونه ازرق، يعني الازازه دي من جوه لونها ازرق. في الكاب اوف ووتر اند اد سام دروب اوف فود كارنج، كده الميه بقى لونها ازرق. هنجيب السيزر ونقص 2 سم من الايه، من السيلرنج ستيك اللي هي من الكرفس ده، ونحطه جوه الميه، وهنسيبه مع الوقت. خلاص يعني هنسيبه شويه مع الوقت ونقص حبه كمان ونحطه في الميه الملونه دي ونفضل سايبينه. هنلاحظ ان مع الوقت الميه طلعت الملونه وانتشرت في البلانت، والبلانت كله بقى لونه ازرق. فالاوبزرفيشن ايه؟ ذا كلر اوف سلايم اللي هو الجزء اللي احنا شفناه اللي هو الزايلم، سوري الزايلم ده اللي هو اللي في الستيم، بقى سيم كلر اوف ووتر، بقى نفس لون الميه. كمان كلر اوف ليف هي كمان بقت سيم كلر اوف ووتر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الووتر is transported through xylem in the stem and move to leaves. بدأت الايه؟ المية تطلع لفوق وتنتشر في الايه؟ الليفز. تجربة بسيطة يعني مش حفظ، ولكن اتمنى تسمعوا الليسن ده تاني، وهو ليسن مهم جدا جدا جدا. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.